السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أنا لقيت في حديقة منزل 2 قنافذ حلوين، لكن معروف أنه قنافذ يأكلون الدجاج، فأيضا خفت عليهم أن تدوسهم بعض السيارات لأني عايش في المدينة، فقررت أني أحضرهم إلى البرية وأطلقهم يعيشون في سلام. هيا أيها القنافذ من طريقي، عيشي هنا في البرية في سلام، لا تخافي من أي شيء. هم يأكلون الحشرات، يأكلون كثير من الأشياء الموجودة في البرية. أصدقائي لا تنسوا تتابعون منقذ الحيوانات. هاي قنافذ حلوة والله حلوة، شوف.